انطلقت فكرة المشروع لما كملت دراسة الثانوي، كنت أبحث عن تخصص نادر وحل أشوف في مستقبلي. بحثت بالنت، قراءة وفيديوهات، لاحظت مشروع صب المعادن، عجبني هذا المشروع. سألت هل يدرس هذا المشروع في هذا المجال في اليمن؟ ما يدرس. رجعت اضطريت ان انا اتعلمه من الانترنت واطبق في حوش المنزل، والان لي 8 سنوات بعدنا بديت انطلق ان شاء الله. اخترت مجال المعادن لانه مشروع يحتاج الوطن ونادر وحل جميل، والخام متوفر بشكل كبير جدا يضمن لي استمرارية المشروع، وبنفس الوقت استغلال الخردة والحفاظ على البيئة. المعوقات التي واجهتني، أكبر معوق المحبطين، وبالإرادة والعزيمة وتوفيق ربنا الحمد لله تعدينا هذه المشكلة. والمشكلة الثانية اللي هي كان العلم في هذا المجال كان معرقل شيء كبير جدا، فلذلك التجارب والأصحاب المصريين والسوريين نأخذ منهم معلومات، نتفرج ونطبق ونتعدينا الحمد لله. والمعوق الكبير الثالث اللي هو المال اللي عوق كثير من الشباب. توسعة المشروع لهذا المجال ليس له سقف، ويمكن أن ننطلق من حيث أنا وممكن أكبر من ما أنا فيه، يعني ليس له سقف للتوسعة. واللي نحتاجه مثلا معدات، مخارط، طباعة 3D، طابعة 3D الجديدة هذه، وخردة المواد التشغيلية الذي يعني تبدأ بداية أكبر مما أنا فيه. مشروعي يساهم أكيد 100% على الحفاظ على البيئة، لأنه الخردة المتراكمة في الشوارع والطرقات والحارات والأزقة هاي تعمل على تجمع الأوساخ والبكتيريا تحتها والكل شيء، يعني محمية للبكتيريا والأوساخ والكل شيء. العائد المادي للمشروع أكيد إن شاء الله الصناعة عائدها كبير، ولما يكون الخردة متوفرة بسعر رخيص وتحولها إلى منتجات ذات قيمة عالية أكيد تحقق ربح. وثاني شيء، الخردة تضمن لي استدامة المشروع.